اللي خلق لك فم هيملأه لك طعام، ما تخافش، ده بيرزق الحوت في البحر. تصور انت الحوت وجبته قد ايه؟ طن يا عم. ربنا مش هيقدر يسوق لك بقى رغيف عيش وشوية غموس تغمسها وهو بيرزق الحوت في البحر بطن في كل وجبة، مع ان الحوت لا عنده فيزا كارد ولا عنده رصيد في البنك ولا عنده أرض بيزرعها ولا عنده مصنع بيدير ولا عنده حاجة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يبقى لما ربك بيقسم لك أنك أنت رزقك في السماء مش عند أمريكا ولا في الدولار ولا في البنك الدولي ولا في الكلام ده، وتقول إحنا مديونين وحنعمل إيه ونعيش إزاي، ما تسألش ربك عن رزق بكرة لأنه ما طلبش منك عبادة بكرة. اسأل ربك عن رزق اليوم، وانت من يوم ما اتولدت عمرك ما جوعت وطلبت طعام وما جاتش. لكن انت عارف مشكلتك ايه بقى؟ انك انت بتختار رزقك مش بترضى باللي ربنا قسمه لك. عارف لو كشف لك لتجد ان الطعام كله مهما تغيرت انواعه واصنافه هو عبارة عن تراب، فانت عايش على تراب ومخلوق من تراب وبتاكل تراب، بس تراب متنوع في صورة لحمة او في صورة عيش او في صورة جبنة او في كله تراب،